بلاكة صغيرة وبلا بيرمي، والثمن ديالو فقط 12,900 درهم. الاخوين السلام عليكم، هاد الماركة ديال الموتور اللي جبت لكم الجديد ديالها مغرباش عليكم ومنتشرة في السوق المغربية، واخر اصدار ديالها كانت هي الريبيكا اس، الدراجة اللي نسخة طبق الاصل ديال الفيسبا الايطالية، اتقان قوي في الديطاي والديزاين كلاسيكي، وليك يعجبك في الاوستن ديما الجديد. داكشي علاش اليوم جيت وجبت معايا الجديد اللي ما غاديش يخصك ليه البيرمي، واي واحد فيكم يقدر يسوقو. يلا الاخوان رحبوا معايا بالأوستر رانجر. كيف العادة غادي نبداو أول حاجة بالموتوريزاسيون اللي كتجيب 49 سيسي، 4 طن، يعني عندك فيدونج على رأس كل 1000 كيلومتر، سيلندر واحد اللي كيعطينا البويسونس ديال 2.8 ديال الخيل، الريزيرفوار فيه غير 6.6 لتر، ولكن الكونسوماسيون 2.5 لتر في 100 كيلومتر، يعني عندك لوتونومي ديال أكثر من 250 كيلومتر، أرام الدور وتسركل بلان واحد. وهذا الخير كامل اللي كتشوفو فيه فقط 92 كيلو، حتى الا كنتي مبتدئ في الموتور ما غاديش يغلب عليك تقل ديالو. ولي كيسول على السرعه فراه كتوصل 75 كيلومتر في الساعه. بالنسبه للفرانات عندك ديسك في القدام وطومبور اللور، اما واحد الكوتي ديزاين غادي نلخصو لكم في هاد السينيماتيك الخفيفه الطريفه. الديطاي والشكل ديال الكاريناج اللي جات به الاوستر رانجر خلاه يبان اونيك وسبيسيال على الماطر الاخرين، وبلا ما نساو العماره اللي جات بها، اكليراج فول ليد في لوبتيك القدام والفوارير اللي جاب واحد الشكل خطير، حتى من السينيالات واضحين ومستيلين. كتجي معاه هاد الباربريز، توب كيس فين دير كاسك او حوايجك، وكاين كذلك هاد البواطاغون فين دير تليفون، ووسط منها كاين حتى الشارج ديال يو اس بي، وما يمكنش تشوف جهة الكونتاكت وما تلاحظش هاد الإضاءة اللي زادوها، الكوسين كيتحل بهاد الطريقة، وكاين كذلك هاد ليسباس اللي تقدر تحتاجو في شحال من حاجة، طابلو ديجيتال وفيه داكشي اللي غادي تحتاج في الطريق، من سرعة، كيلومتراج، ساعة، نيفو ديال ليسانس إلى آخره. لي كومودو تحطو هاد المرة بواحد الشكل مبدل على اللي كنعرفو، كاين الكوب كو، البوطون ديال الديماراج، البوطون ديال الكارت سينيال، الفاركود، سينيال ديال ليمان وليسر، وحتى الكلاكسون. وفيما يخص الكونفور فراه مرتاح بزاف بالنسبه للي سايق وحتى اللي غادي يكون راكب معاه، هاد العموريه كامله ومازال جالس تما. ايوا نوض تحرك، راه هاد الخير غير ب 12,900 درهم، وهادو هما الالوان اللي متوفر فيهم. بالنسبة للإخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في تطوان والنواحي فرا الموتور كاين عند بايكر هاوس ودراجة تطوان، وبالنسبة للإخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في طنجة فرا الموتور كاين عند اسماعيل موتوماكس وصوي موتيرو. تحياتي لكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.